يعني تم مجتمعنا احتياج دوياجا كونوناري ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحفظ القرآن برد مؤلف رحمه الله كونون أزبال لمسي لجيلي فيها الشرك وما يضاد الشرك التوحيد وما يضاد التوحيد وهو الشرك توحيد لا علاقة كونوناري وتوحيد شرك وبنزر شدر زكية فيها الصلاة نماز زكية وكذلك الوضوء الطهارة وباستن المصنفون انجهن الاداب والاخلاق الاسلاميه أداب واسلام نعم ثم ذكر ما يتعلق بتجهيز الميت تكفيني والصلاه عليه فهذه الدروس لابد من العنايه بها نضبط ما فيها من هذه الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله والله اعلم bu derslere özen göstermek gerekir ki müellif rahimahullah'ın işaret ettiği konuları güzelce anlayalım.